ترقبوا في الساعة 3:00 عصرا البث المباشر للمهرجان 24 شور منهج آل الرسول تقوى وصدية أخلاق راب إسلامي حسيني مهدوي لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، والذي تقيمه هيئات شور منهج آل الرسول ومشروع الشباب المسلم الوعد، وبمشاركة نخبة من ذاكري ورواديد الشور والراب الإسلامي الحسيني المهدوي من الأشبال والشباب. بغداد، الثلاثاء 25 من رجب المعظم لعام 1440 للهجرة. لمشاهدة البث المباشر للمهرجان يمكنكم متابعتنا على الروابط التالية: